يعطيكم العافية. اليوم حكينا إنه راح نبلش شابتر جديد اللي هو الانفنتوري مانجمنت، شابتر 9 في الكتاب. أول شيء بدنا نعرفه، نبلش تعريفات بسيطة. باي ذا واي الشابتر كله حل يعني، بس بدك تكون فاهم بعض الكونسبت حتى تقدر تعرف تحل. تعريف الانفنتوري إنه هو عبارة عن ستوك ماتيريال نستعملها حتى نعمل ساتسفاكشن للكاستمر ديماند، أو نعمل سبورت للبرودكشن سواء كان سيرفيس أو جودز. يعني بدي اعمل ستوك للماتيريال، الهدف منها اخدم الكاستمر او اخدم البرودكشن، هذا معناته سواء كانت سيرفيس اندستري او كانت مانيفاكتشرنج اندستري. هذا تعريف الانفنتوري. الانفنتوري مانجمنت هي عباره عن عمليه البلاننج للانفنتوري، والهدف الاساسي من هاي عمليه البلاننج والكنترولينج انه احافظ او اقدر اوافق او اعمل ميت للكومبيتيتيف برايورتيز. الكومبيتيتيف برايورتيز اللي شرحناهم في شابتر واحد هم سواء كانت كوز كواليتي تايم اند فاريبيليتي، هاي الاشياء اللي او فليكسبيليتي بسمعنا. فاذا الانفنتوري مانجمنت عباره عن بلاننج اند كنترولينج للانفنتوري حتى نعمل ميتنج للكومبيتيتيف برايورتيز بالشركه بغض النظر شو كان. هلا بالنسبه للانفنتوري بدنا ننظر له بهذه كانه عباره عن موديل، عباره عن ووتر تانك. هذا الووتر تانك بيجي من السبلاير ماتيريال، هاي المخزون تبعي. في حال عمليه البرودكشن بستفيد من الرو ماتيريال بتطلع من عندي من هون، وعندي يكون في عندي جزء صغير عباره عن سكراب. وظيفتي بالانفنتوري مانجمنت هذا السكراب شو لازم يكون؟ لا حمل له لورينج، ما بدي يكون السكراب كميته عاليه. وفي عندي شيء كمان مهم، هلا اذا جبت ماتيريال اضافيه شو راح يصير بالووتر تانك بالماتيريال؟ راح يصير عندي اوفر فلو، راح تنكب الماتيريال من فوق. يعني فعليا انا ما الاصل ما مش لازم اخزن ماتيريال اكثر من حاجتي، هذا معناه. طب في حال انقطعت السبلاي من هون ما عملتش اوردر، شو بصير بالماتيريال؟ بصير تحت. شو بصير بالبرودكشن؟ يعني عندي حالتين، يا يعني اما اطلب زياده على الفاضي مش راح استفيد منه في هاي الحاله كانه راح ينكب، واذا ما طلبتش كميه مناسبه راح يصير استهلك بالرو ماتيريال بعمل برودكشن. الووتر تانك راح يصفي عند الزيرو، شو راح يصير في البرودكشن؟ في حد معي؟ في حد سامع؟ ايه معي بس مش فاهمه انا شو عم. هلا انا نسيت اطلب ماتيريال من هون، التانك عندي كان ملان، وقف هون الفلو، شو راح يصير في المي اللي هون؟ راح تنقص صح؟ لسه قاعد بعبي كاسات مي هون. طيب انا بستعمل من الماتيريال تبعتي، صار الليفل تبعي لهون، كمان شوي خلص. طيب ما عملت اوردر، بقدر اكمل البرودكشن تبعي لانه ما في عندي رو ماتيريال، ولا بكمل عادي؟ لا رح تتوقف. اذا عندي حالتين مش لازم اصل لهم بالانفنتوري مانجمنت، لازم احافظ على ليفل معين من المخزون، ما بدي اياه يكون عالي كبير يصير في عندي ويس، وما بدي اياه يكون واطي كثير ما اقدر اعمل برودكشن. واضح؟ طيب هلا انا في بعض الاحيان بلزمني يكون عندي كميه الانفنتوري عاليه، وفي بعض الاحيان بلزمني تكون كميه الانفنتوري واطيه. شو اللي بخليني اقلل كميه الانفنتوري المخزن عندي؟ اعطي مثال بسيط. اذا كان سعر الايتم اللي بخزنه كثير كبير، هل في داعي اخزن منه كميات كبيره ولا انزل منه الكميات اللي بدي اخزنها؟ سعر الايتم اللي بدي اخزنه كثير كبير، لا يكون عندي المخزون تبعه عالي ولا واطي؟ واطي دكتور. واطي ليش؟ لان الكوست تبعه عالي. فعندي بعض الاحيان زي ما حكينا بيكون في عندي بريشر، في عندي اشياء بتخليني اقلل كميه الانفنتوري موجود عندي، وفي بعض الاحيان بالمعاكس حسب اهداف معينه لا لازم الانفنتوري تبعي يكون عالي. راح نبلش اول شيء بالبريشرز تبعت السمول انفنتوري. ليش انا بخلي الانفنتوري يكون واطي، الليفل تبعه واطي؟
واحدة منهم اللي شرحتها أول مثال اللي هي سميتها cost of capital اللي هو سعر الايتمز نفسها، إذا كان عالي ما بدي أخزن كميات فلوس بدون أستغلها، فشو الأصل يكون عندي؟ الكميات اللي بدي إياها تكون صغيرة. ليش؟ لأن الكوست تبعها عالي، الديمان تبعها أكيد راح يكون واطي كمان. النقطة الأولى بسميها الهولدينج كوست. طيب بدي أعطيكم مثالين الآن، في عندي برغي بدي أحطه على شلف قديش بكلفني بالتخزين، وفي عندي لحمة مبردة بدي أحطها في ثلاجة، أنا بتكلف أكثر كالتخزين؟ اللحمة فيه. طيب هلأ فعلياً لو جبت كمية كبيرة من البراغي وحطيتها عندي موجودة في المخزن راح يأثر ككوست ككوست بالتخزيني أجور تشغيلية تخزينية؟ لا. طيب بالنسبة للحمة إذا جبت زيادة شو راح يسوي فيها؟ راح يزيد ثلاجات؟ أبرد بالزيادة. راح يكلف أكثر صح؟ راح يكلف أكثر. إذن في هاي الحالة أنا أحسن إذا كان عندي الهولدينج كوست عالي اللي هو أجور التخزينية عالية، أجيب كمية صغيرة ولا كمية كبيرة؟ صغيرة. كمية صغيرة. طيب هلا في عندي هون الستورج أند هولدينج كوست إلها علاقة بالإنفنتوري هولدينج كوست بس بطريقة ثانية مختلفة. هلا إذا أني جبت كميات بدي أنقلها أدخلها وأطلعها أدخلها وأطلعها، إذا كل شوي جبت كمية صغيرة شو بيصير الستورج تبعتي والهاندلينج تبعتها إذا بدي أنقلها من مكان لمكان، أقل ولا أكبر؟ أكبر لأنه الكمية صغيرة. لا الجور تبعت الهاندلينج تبعتها راح تكون أكبر لأنه أنا بضل أنقلها من مكان لمكان. هلا إذا كانت كمية صغيرة 10 آيتم راح تكلفني 10 دولار، إذا كان 100 كم راح تكلفني؟ يعني حسب الكمية. حسب الكمية. إذا أنو الستورج والهاندلينج كوست بتكون أقل لما تكون السمول انفنتوري ولا لارج انفنتوري؟ سمول. اذا كان الهاندلنج كوست تبعي عالي شو بعمل بالانفنتوري؟ بحاول قدر الامكان اقلله. طيب نجي على النقطه رقم 4، عندي مليون في المخزن وعندي 100,000 في مخزن ثاني. المخزن الاول 100,000 كم بدفع عليه تاكس ضرائب؟ لسه 10%، وتبع المليون نفس الشيء 10%. إذا كان قيمة الإنفنتوري تبعي عالي راح أدفع تاكس كبير. إذا قيمة التاكس عالية أنو أحسن، أزيد الإنفنتوري ولا أقلل الإنفنتوري؟ أقللها. أقلل الإنفنتوري. نفس الشيء بالنسبة للإنشورنس للتأمين، إذا بدي أمن على الأشياء الموجودة عندي في المخزن إذا كانت قليلة راح يكون التأمين تبعها قليل إذا كان الإنشورنس باير آيتم عالي، وإذا كانت كبيرة راح يكون الإنشورنس تبعها أعلى. فإذا بدي أوفر بالإنشورنس شو بسوي بالإنفنتوري؟ أزيد ولا نقصه؟ إذا بدي أوفر بقلل. وإذا هون في هاي الحالة أنا بقلل الإنفنتوري. إذا هاي بعض الأشياء اللي بتخليني أنزل كمية الإنفنتوري الموجودة عندي. نجي على آخر نقطة اللي هي بسميها شرينكج. أول واحدة هاي شرينكج منها جاي تحتها ثلاث نقاط أساسية. أول واحدة بالفريج. بالفريج اللي هي نقصان أو السرقة عن طريق السرقة. مثلا بدي افترض الافتراض التالي، في عندي مخزن في 100 طن اسمنت وفي مخزن في 10 سوالات اسمنت، انو اسهل للسرقه بدون ما يبين؟ اللي اقل راح تبين عندي السرقه على 10 سوالات ولا في 100 طن اللي فيه اكثر؟ ما قلب تبين بلا الكميه كبيره ما راح يبين، ما هتبين. فاذا كانت كميه الانفنتوري تبعتي قليله على القد اذا كان راح يصير في سرقات، السرقات راح تخف. نيجي على النقطة اللي بعدها obsolescence. هاي عبارة عن إيش؟ عبارة عن القدم تبع الايتم. أعطيك مثال، مثلا عندي على سبيل المثال عصير برتقال طبيعي موجود في الشلفات عندي، إذا تركته فترة طويلة وخزنت زيادة شو راح يصير بالايتمز؟ راح تقدم. إذا قدمت ببيعها بنفس السعر ولا بسعر أقل؟ أقل، بسعر أقل. فإذا مش لازم أزيد الإنفنتوري تبعي. ليش؟ لأنه الآيتم إذا صار قديم وما انباع شو راح يصير فيه؟ راح يقدم شوي وراح أبيعه بسعر أقل فراح أخسر. نفس الشيء بالنسبة للمعلبات، في لها شيلف لايف،
فمثلا لعلبة التونة مثلا أو أي شيء ثاني مدة الصلاحية تبعته سنة أو سنتين أو ست شهور، فما بزيد الكمية ليش؟ حتى إذا ما انباعت خلال هاي الفترة اللي هي فترة الصلاحية تبعته راح تنكب. ففي هاي الحالة شو بسوي بالإنفنتوري؟ بنزله. تمام؟ آخر واحدة اللي هي deterioration اللي هي عبارة عن يعني مش عارف شو بالعربي بالضبط، خليني أعطي مثال عليها. مثلا في عندي هي نوع من القدم، يعني عندي على سبيل المثال تلفون آيفون اللي هو حاليا مثلا لسه 10 آيفون 10. إذا كانت الكمية تبعتي كبيرة ونزل الموديل اللي بعده اللي هو آيفون 11، شو راح يصير بآيفون 10؟ راح تقل قيمته. ليش؟ لأنه إجى إشي معدل عليه، فصار نوعا ما هذا الموديل قديم شوي. هذه الثلاث نقاط هي عبارة عن شرينكيج. فأنا بغض النظر عن النقاط الموجودة عندي هون، هاي كلياتها بتخليني أخلي الانفنتوري شو ماله صغير. كل ما صغرت الانفنتوري كل ما حاولت أقلل في هاي الكوست الموجودة عندي. بالمقابل sometimes بلزمني الانفنتوري تكون لارج. إمتى؟ نجي على أول نقطة مثلا، إذا كانت الانفنتوري تبعتي قليلة والديماند عالي مش راح أقدر ألبي الكاستمر ديماند. طيب إذا كان إذا أنا بيهمني الكاستمر سيرفيس يكون أعلى، شو لازم أعمل بالإنفنتوري؟ بزيد الإنفنتوري، فالإنفنتوري تبعي لازم يكون لارجر. هاي أول نقطة. النقطة الثانية بنسميها الأوردرينج كوست. الأوردرينج كوست عبارة عن التالي. بالعادة إذا بطلب كمية بغض النظر عن الكمية، في عندي administrative work لازم ينعمل. فلو طلبت قطعة واحدة أو ألف قطعة راح أعمل نفس الورك. هذا الورك sometimes السبلاير بيعمل لي charge له. فكل order بغض النظر عن كميته على سبيل المثال سواء كانت واحد سواء كونتينر كامل راح يكون نفس الordering cost. لو setup cost نفس الordering cost. في حال كان الordering cost عالي أطلب قطعة ولا 10 ولا 100. فإذا إذا كان الordering cost عالي بزيد كمية الطلب تبعي بزيد الانفنتوري تبعي. بجي على السيت اب كوست. الان السيت اب كوست انا في عندي ماشين ليتس سي انا بشتغل باتش برودكشن. بالباتش برودكشن كل مره بغير السيت اب. هلا اذا غيرت السيت اب هذا السيت اب من كل مره بدي اغير السيت اب تبع الماشين مش له كوست؟ السيت اب تبع الماشين له كوست، عدلت الماشينز حتى تنتج برودكت ثاني مختلف. طيب اذا انا بدي اعدل الماشين وانتج وان ايتم، بعدين اعدل الماشين وانتج وان ايتم ثاني، بعدين اعدل الماشين وانتج كمان وان ايتم مختلف، ولا انو احسن لي بدل ما انتج وان ايتم انتج 1000 ايتم بعدين اعدل الماشين، انتج 1000 ايتم ثانيه بعدين اعدل الماشين، انو افضل؟ نعدل كميات كبيره. نعدل على كميات كبيره. اذا بعمل سيت اب كوست بغير السيت اب تبعي مره واحده بكميات كبيره. هذا في حال كان السيت اب كوست طبعا عادي. نفس النقطه، النقطه اللي بعدها اللي هي الليبر ايكوبمنت يوتيلايزيشن. اذا انا نفس الشيء اذا بدي استعمل ماشين على الفول كاباسيتي تبعتها اشتغل كميات قليله والكميات كبيره، بدي استفيد من العامل قدر الامكان اكبر ما يمكن اخليه ينتج كميات صغيره ولا كميات كبيره؟ يعني يكون اليوتيلايزيشن تبعه اعلى، بيكون الويست تايم تبعه اقل سواء كان ليبر سواء كان ايكوبمنت، صح؟ صح. طيب في هاي الحاله انه افضل اخزن او انتج يعني اعمل برودكشن لكميات كبيره، وهي الكميات الكبيره راح تتخزن ثانيا صار الانفنتوري تبعي لارج. نيجي على النقطه اللي بعدها اللي هي ترانسبورتيشن كوست. بالنسبه للترانسبورتيشن كوست بدي اجيب كونتينر على سبيل المثال من عقبه، لو حطيت 1 ايتم فيها او 10 او 100 او عملت فول كونتينر كم راح يكون السعر تبع الترانسبورتيشن تبع النقل؟ نفس السعر. طيب فاذا انا شو لازم اعمل، اطلب 1 ايتم ولا اطلب الفول كونتينر؟ كميات كبيره. اطلب كميات كبيره. لهيك انا نفس الشيء نفس المبدا عندي الان، صار في عندي بريشر لللارج انفنتوري. نيجي على اخر نقطه اللي هي البيمنت تو سبلاير. رحت على سبلاير بدي اخذ منه دائما 100 قطعه،
ورحت على سبلاير ثاني بده ياخذ منه 100,000 قطعه، راح يكون نفس السعر ولا راح يملي ديسكاونت؟ ديسكاونت اكيد في الكميات كبيره. اذا كبرت الكميه صار في عندي ديسكاونت، ممكن استفيد من الديسكاونت حتى انزل الكوست تبعي. في هاي الحاله شو بعمل؟ الاوردر تبعي راح يكون الانفنتوري باخذه كبير، بكون الانفنتوري بكون اعلى. اذا صار في عندي بعض البريشرز تخلي لي الانفنتوري واطي، وفي بعض البريشرز بتخلي لي الانفنتوري عالي. طبعا ممكن الثنتين يكون في بينهم توازن، يعني يكون في عندي بعض البريشرز جايه من اللارج وبعض البريشر جاي من اللو، بتحاول قدر الامكان انزل الكوست. احنا لقدام شوي في الشابتر راح نشتغل على نوعين من الكوست اساسيات اللي راح نقارن بينهم، اللي هي اوردرنج كوست والست اب كوست. للسيل اوردرنج كوست لحالها راح نركز على هاي، وراح نركز على الانفنتوري هولدنج كوست، راح نركز عليهم الثنتين مع بعض. بدي اصير اطلب كميه بحيث توازن هاي الكميه بين الهولدنج كوست والاوردرنج كوست. اذا الهولدنج كوست تبعي واطي بدي اجيب كميات كبيره. ليش؟ لانه مش راح ياثر عندي التخزين، ما بدفع سعر تخزين. اما اذا كان الاوردرنج كوست تبعي عالي، نفس المبدا، بدي اطلب كميات كبيره. اذا الاوردرنج كوست تبعي كان واطي، لو طلبت كميات صغيره كل فتره عادي. فبدي انا اقارن بين شغلتين الان، اللي هي الانفنتوري هولدنج كوست والاوردرنج كوست. هذول اكثر تو كوست احنا راح نشتغل عليهم لقدام شوي، البقيه راح نهملهم. يعني راح ناخذ فيري سمبل انفنتوري مودلز، باخذ بعين الاعتبار الهولدنج كوست والاوردرنج كوست فقط. تمام. نيجي الان على انواع الانفنتوري. بدي اقسم الانفنتوري لانواع. طبعا الكاتيجورايزيشن بيعتمد على وجهه النظر اللي بتفرج عليها على الانفنتوري. فاذا انا محاسب بتفرج على الانفنتوري بشكل معين، اذا انا بشتغل بالاوبريشن بالعمليات بتفرج على الانفنتوري بشكل ثاني. بدي اتفرج اول شيء على تعريفات او تقسيمات الانفنتوري من وجهه نظر المحاسبه. بالكوست اكاونتنج راح تشتغلوا على رو ماتيريال، راح تشتغلوا على فينيش جودز وسمثينج ان بتوين. شو بنسميه؟ يعني ايتم مش منتهي، يعني بلشت في عمليه التصنيع لكن ما وصلت للفينيش جودز. فمع سبيل المثال عندي كرسي، بدي اصنع كراسي. الخشب عباره عن رو ماتيريال، هذا التصنيف الاول من الانفنتوري بالنسبه للاكاونتنج. التصنيف الثاني بالنسبه للاكاونتنج هو الكرسي النهائي اللي خزنته في المخزن. اذا صار في عندي نوعين من الانفنتوري اساسيات، الرو ماتيريال والفينيش جودز، الايتمز المنتهيه. هلا اذا في كان عندي كرسي وهذا الكرسي مو منتهي، مخلص نصه 50% او 60% او 70% منه، شو بنسمي هذا؟ work in process، او له اسم ثاني بنسميه work in progress. ولما تاخذوا الكوست اكاونتنج راح تاخذوا بعين الاعتبار كيف بعمل كوستنج للايتم using work in progress. فبدي اشوف انا كم منهي نسبة معينة من الايتمز، هل منتهي 60% 70% من الايتمز الورك ان بروجريس وصلت قريبة من الفينيش جودز، يعني اوريدي اشتغلت فيها بس لسه ما وصلت للايتمز النهائي، ما بقدر ابيعها كفاليو، لسه ما حصلت الفاليو الكاملة تبعتها. امتى بحصل الفاليو الكاملة تبعتها؟ لما اخلص البرودكشن تبعها. هون عندنا مثال، هون في عندي نتس اند بولز، وين الايتمز تبعي؟ الرو ماتيريال هو الحديد. وين الفينيش جودز؟ الايتم مخزن، سواء كان عندي في المخزن او عندي ديستريبيوتر او عند الريتيلر، يا عندي في المخزن يا عند الموزع يا عند اللي بيبيع مفرق. لاحظت هون الايتم كامل خلاص معلب موجود في كرتونه جاهز. طب اي شيء ثاني؟ اذا البوت لحاله او البرغي لحاله او الحديد اشتغلت عليه شوي، في هاي الحاله شو بنسميه؟ هون بنسميه work in process او work in progress، مصطلحات او هذا الاثنين صحيحات. اذا من وجهه نظر الاكاونتنج بقسم الانفنتوري لثلاث اقسام اساسيه: raw material، work in process WIP بسموها، او finished goods. هذا التصنيف الأول. التصنيف الثاني بدي أصنفه من وجهة نظر operational، لأن لما بعمل operation بعمل management للoperation،
لما اعمل طريقه اللي بعمل فيها مانجمنت للانفنتوري هي بتحدد لي نوع الانفنتوري. نجي على اول نوع بنسميه سايكل انفنتوري. ليش سميناه سايكل انفنتوري؟ لانه عباره عن سايكل. كيف بعمل مانجمنت له؟ كالتالي، هاي عندي التايم، وهون عندي الكميات اللي بطلبها. بدي افترض الافتراض التالي، انه هذه الكميه دائما بطلبها ثابته. بطلب كميه مقدارها على سبيل المثال 100. خلال التايم شو راح يصير بالكميه هاي اللي طلبتها بالبرودكشن تبعي؟ طلبت رو ماتيريال خشب 100 طن، بصنع منها كراسي. شو بصير كميه المخزون بعد فتره اوفر تايم؟ شو بصير فيها؟ راح تقل، راح تنزل. بنفترض انه الديماند تبعي ستيبل، راح تنزل راح تنزل راح تنزل راح تنزل. اذا وصلت الصفر شو بعمل؟ استهلكت من استهملت ال 100 طن تبعتي كامله. الاوردر اللي طلبته من خشب انتهى. شو بعمل؟ برجع اطلب كمان اوردر. بطلب كمان اطلب كمان اوردر. كم قيمته؟ بدي افترض انه نفس الكميه اللي هو 100. طيب هي طلبت الاوردر، صار الانفنتوري ليفل تبعي هون. اذا هي الواي هون تبعتي هي عباره عن انفنتوري ليفل، بنسميها كيو هون، او بنسميها انفنتوري بوزيشن لقدام شوي، انفنتوري بوزيشن. طيب بعد فتره شو راح يصير بالانفنتوري بوزيشن؟ بالكميه الموجوده عندي بالمخزن راح استهلكها صح؟ راح انزل. طب نتفرج على شكل الديمان تبعي، قاعد بنزل وبطلع بنزل وبطلع، مش زي سايكل. زي سايكل، مش شكله زي سايكل. الاسلوب اللي عملت فيه مانجمنت لهذا الديماند عباره عن كانه عباره عن سايكل. كل فتره معينه، تايم معين اللي هو بنسميه تايم بتوين اوردر هون، تايم بتوين اوردر، بطلب كميه نفس الكميه اللي هي 100. ففي عندي سايكلز بتضل تتغير، مش تتغير، تتكرر اكثر من مره. فلهيك سميناه سايكل انفنتوري. اذا اول نوع من الانفنتوري يوزنج اوبريشنال انفنتوري يوزنج اوبريشنال كاتيجورايزيشن بنسميه سايكل انفنتوري. تمام تمام دكتور. طيب بدي اتفرج هون، كم قيمه الايتم اللي طلبته؟ 100. المره اللي بعديها برضه 100. طيب انا متاكد، هل انا متاكد انه الديماند خلال الفتره اللي بطلب فيها دائما 100 ولا ممكن يكون اكثر؟ هل الديماند ثابت اوفر تايم ولا بيعمل الديماند بيزيد وبنقص؟ لو كان اكثر ما بيأثر عادي. لو كان اكثر، اذا انا بدي اطلب نفس الكميه كل اسبوع 100 على سبيل المثال، الاسبوع الاول كان الديماند تبعي 100، الاسبوع الثاني كان الديماند تبعي 120 وجاني 100، شو راح يصير بالبرودكشن تبعي؟ راح اقدر اعمل برودكشن كامل ولا بس اعمل 100 وينقص علي 20؟ راح ينقص عندي 20. ينقص عندي 20. طيب الان انا بدي اتوقع توقع، عندي الديماند بيزيد وبنقص، بيزيد كميه لسه حوالي 10 او 20% من الكميه الاساسيه تبعتي. فبدل ما اطلب 100 ايتم كم بدي اطلب؟ 120. يعني بشيل اللي بنقصه. طيب اذا طلبت 120، الفرق هذول بين هاي وهاي عباره عن 20 ايتم، هل راح استعملهم دائما ولا في بعض الاحيان بعض الاسابيع راح استعملهم وبعض الاسابيع مش راح استعملهم؟ بعض الاسابيع راح استخدمهم وبعض لا. بعض لا. اذا في بعض الاحيان راح استعملهم وفي بعضهم مش راح استعملهم. فاذا انا عملتهم ال20 هذول كنوع من السيفتي، نوع من الحمايه. الحمايه ليش؟ انه بديش يصير في عندي اوت اوف ستوك، ما بدي عندي الانفنتوري ليفل يصير صفر. ففي هاي الحاله شو بعمل؟ بطلب كمية إضافية عن الكمية الحقيقية اللي هي 100 اللي هي قيمتها 20. هاي شو بسميناها؟ شو بنسميها الآن؟ سيفتي ستوك. إذا صار عندي نوعين الآن، السايكل إنفنتوري والكمية الإضافية هاي اللي طلبتها ال 20 زيادة أو 10% زيادة أو كمية معينة زيادة رح نحسبها ليتر أون، شو بنسميها؟ بنسميها إيه؟ سيفتي؟ سيفتي ستوك. تمام؟
تمام؟ تمام دكتور. اثنين أول اثنين واضحين؟ تمام. نيجي إلى النوع الثالث. النوع الثالث بنسميه anticipation inventory، اللي هو عبارة عن inventory توقعي. بدي أفترض التالي، أنا هاي عندي الديماند جاي هيك، الأسبوع الأول عندي 100 item، والأسبوع الثاني لازمني 200، والأسبوع الثالث let's say لازمني 100، والأسبوع اللي بعدي لازمني على سبيل المثال 200. أصير أطلب 100 200 100 200 100 200، ولا أطلب 150 مثلا كل مرة، مرة واحدة خلاص أثبت الأوردر تبع على 150. إذا ثبتت الأوردر على 150 أول أسبوع كم عندي آيتم راح يزيد؟ 50. والأسبوع اللي بعده كم بدي؟ راح ينقص 50. بس أنا طالب 150، ال 150 اللي زادت بالأسبوع الأول وين حطيتها؟ الأسبوع اللي بعده. اللي بعده، فصار عندي صار كأنه في ليفل، كأني طلبت 50 زيادة. ليه؟ حتى أعمل سموثينج للديماند بالفيوتشر. أنا متوقع إنه الفيوتشر الديماند تبعي راح يزيد، فبطلب كمية إضافية. هذه الكمية الإضافية مش سيفتي ستوك، الهدف مش إنه لو في عندي فلكشويشن بالديماند أنا مش عارف قديش الديماند، لا عارف كم الديماند، بس الديماند بالفيوتشر أعلى، فبطلب كمية إضافية زيادة، مع إنه كمية راح تكفيني وزيادة شوي حاليا. الكمية الإضافية بخزنها للبيريود اللي بعدها. واضح؟ فإذا ما بطلب 100 200 100 200 بس بصير أطلب 150 على سبيل المثال. الأسبوع الأول عندي 150، استعملت من ال 150 استعملت 100، كم ظل عندي؟ ظل عندي 50 إضافيات. بروح على الأسبوع اللي بعده كم طلبت؟ طلبت 150. طيب الديمان تبعي 200، في عندي 50 من أول، صاروا 200، غطى الديماند. واضح؟ طب شو الهدف؟ ليش انا فعليا ليش اثبت الكميه الاوردر تبعي؟ شو الهدف؟ ليش بدي اثبته؟ هل في اسباب تخليني اثبت الاوردر كوانتيتي؟ بيكون في سايكل واضحه، يعني البروسيس انه مش كل مره شكل خلص يكون الشيء واضح. طيب هاي اذا كانت هذه السايكل واضحه وانا مع السبلاير عامل معه عقد لسنة أو سنتين لقدام والكمية ثابتة، هل تعطيني أدفانتج مع السبلاير؟ ممكن يعطيني تسهيلات؟ طبعا، لأنه رح يعرف مثلا لو صار عنده أغلاط رح يصلحها بالبروسس الجاي، لأنه الكمية نفسها ثابتة. إذا هذا العملية تثبيت الكوانتيتي بتسهل علي التعامل مع السبلاير. تمام. إذا هاي شو بنسميها؟ بنسميها anticipation inventory، هذا النوع الثالث من operational inventory. واضحين الثلاث الآن؟ عندي ثلاث أنواع سو فار، هذا راح نشتغل عليه بكثرة، واحد واثنين راح نشتغل عليهم، رقم أربعة راح نشتغل عليه شوي، رقم ثلاث ما حنشتغل عليه، أكثر اثنين راح نشتغل عليهم هم واحد واثنين، حساب رياضيات قدام شوي. واضحين أول ثلاث؟ تمام. نيجي الآن على رقم أربعة اللي نسميه pipeline inventory. أنا حالياً موجود في المصنع هون، وعندي السبلاير تبعي هون، هون الفاكتوري بدي أسميه F، وهون السبلاير بدي أسميه S. لما أعمل أوردر بدي أوصل الكمية خلال كم؟ خلال ثلاث أسابيع، هي ويك 1 وهي 1 ويك وهي 1 ويك. يعني إذا بدي أوصل بباخرة الآيتم تبعتي كم بدي توصل؟ خلال كم أسبوع؟ ثلاث أسابيع. بالفاكتوري تبعي الديماند الأسبوعي تبعي 100، كل مرة بطلب 100، كل أسبوع بطلب 100. طيب الأسبوع الأول طلبت 100، وين راح تكون الايتمز وصلت؟ وين راح تكون؟ هي هون صح؟ طيب الأسبوع الثاني إذا طلبت 100 ثانية، هاي المية وين راح تصل؟ راح تصل لهون، وراح يجي عندي مية إضافية هون صح؟ بالطريق، أشياء بالطريق صارت عندي.
الأسبوع الثالث تطلب كمان 100، شو بيصير؟ المية اللي جت هون راح تجي على الأسبوع اللي بعده، والمية اللي موجودة هون راح تجي على الأسبوع اللي بعده، وراح يجي عندي كمان 100. طيب كم كمية الآيتم الموجودة بالطريق صارت؟ ثلاثة. ثلاثة ضرب مية. ضرب مية. إذا عندي 300 آيتم موجودين بالطريق محسوبين علي، عبارة عن إنفنتوري. إذا البايبلاين إنفنتوري هي عبارة عن إنفنتوري أوردر عملته من السبلاير وعدني فيه وطلعه، بس لسه ما وصلني على الفاكتوري تبعي. هذا النوع الثالث. طيب لو الأسبوع اللي بعده إجاني صفر، ما عندي ديماند، بطلب؟ بطلب ولا أنا متوقع يصلني 300؟ إذا الأسبوع اللي بعده رقم 4 ما كان في عندي let's say demand، في داعي أطلب ولا أنا حاسب حسابي الآن أنه في عندي 300 item بالطريق؟ في داعي أطلب إضافي إشي إضافي؟ لا لا. إذا هذا تعريف البايبلاين inventory، هي عبارة عن inventory الموجود داخل البايبلاين. بايبل هو عبارة عن خط إنبوب، بس مو شرط يكون عبارة عن إنبوب عادي، ممكن يكون عبارة عن باخرة، ممكن يكون عبارة عن شاحنة جاية من العقبة للعمان، ممكن يكون عبارة عن طيارة. طبعاً التايم بيختلف حسب التايم تبعي. طب كمية الإنفنتوري الموجودة في البايبلاين كم كميتها؟ هذا المية عبارة عن متوسط الديماند، بدي أسميه دي برايم، وهذه المسافة بدي أسميها الليد تايم ال، هو الوقت اللي بستغرقه حتى من أعمل الأوردر ليصلني الآيتم. في هذه الحالة كم كان قيمته؟ 3، والديماند كان 100. إذا البايبلاين إنفنتوري كم قيمته كمعادلة؟ شو يساوي؟ إيه؟ الأفرج ديماند بالزمن اللي عندي. دي براين في ال. إذا المتوسط الحسابي تبع البايبلاين إنفنتوري هو عبارة عن دي براين في ال. نفس المبدأ الآن بدأشتغل على السايكل إنفنتوري. هاي السايكل إنفنتوري، هاي عندي كوانتيتي هون، كمية بغض النظر شو كانت الكوانتيتي. طلبت صارت زيرو، بعدين طلبت مرة ثانية صارت زيرو. كم متوسط الحسابي للإنفنتوري تبعي بالسايكل إنفنتوري؟ أعلى قيمة كم؟ أعلى قيمة إنفنتوري، أعلى قيمة إنفنتوري كيو، أقل قيمة، أقل قيمة زيرو. زيرو. المتوسط كم بيكون؟ كيو على 2. كيو على 2 اللي هو عبارة عن كيو زائد زيرو على 2 يساوي كيو على 2. إذا المتوسط الحسابي للإنفنتوري بالسايكل إنفنتوري هو عبارة عن كيو على 2، وبالنسبة للبايبلاين إنفنتوري هو عبارة عن متوسط الديماند مضروب في الفترة، فترة التوصيل اللي بنسميها إيش؟ بنسميها ليد تايم. خلينا نحسب المثال على المرة الجاية، المحاضرة اللي بعديها. عندي بس ناخذ حضور غياب. كم التاريخ اليوم؟ 27/4. طيب بنعبي الحضور الغياب، راح اخليه دقيقتين فاتح. طيب عندي ملاحظه بس للمره الاخيره،
بالنسبة للامتحان راعي تصليح الامتحان مرة ثانية. بس على شرط. الاسلوب اللي استعملناه في امتحان الميد راح استعمله نفسه في امتحان الفاينل. مطلوب منك تدخل ست خانات، بدك تدخل ست خانات. مطلوب منك أربعة، بدك تدخل أربعة. إذا في عندك واحد بالعشرة آلاف غلط راح يعتبر الجواب غلط. الآن تقدر تراجع في الميد، في الفاينل شرط تقدر تراجع. بدي تلتزم بالوقت، أي تأخير راح ينحسب عليك. بدك تقرأ تعليمات الامتحان قبل ما تبلش. إذا في عندك مراجعة لازم تراجع، خاصة من هون ولا قدام بالكويزات. لا تراجعني إلا إذا تأكد من إجابتك، لا تضيع وقتي. واحد بحكي لي على سبيل المثال 1.7 هي نفسها 1.76 نفسها. طب أنا حكي لك دخل ست خانات عشرية، بحكي لي آخر العشر الأول صح، أنا بدي أتحذر. فراح أعيد تصليح الامتحان كامل، راح أخذه على أول عشرين. هلا بيجيك واحد يقول لك لا يا دكتور ليش ما تعمله على أول عشر اللي بعده؟ لا ما بنفعش. إذا عندك مراجعة راجع، ما عندي مشكلة بالمراجعة إطلاقا بالمرة، بس لازم تأخذ حقك صح. لا تقعد تجادلني بإشي غلط. إذا في خطأ بالتقريب ما في مشكلة، ما في، أنا ممكن يعني بعض الأسئلة كان فيها خطأ عادي it's fine، كان في مشكلة بالتصليح وتصلحت، سواء كانت بالبي بي سي أو بآر 2. إذا إلك حق بتأخذه، لكن لا تجادل بإشي غلط. الآن رح أحط العلامات من جديد، العلامات من جديد رح أعيد التصليح كامل على خانتين عشريات. التأخير رح أعتمده علامتين بعلامتين، لكن إذا لقدام شوي أثبتت إنك سلمت بالوقت سواء حالياً أو بالفاينل ممكن أتساهل شوي فيه. رح يجي لك طالب مرة ثانية يحكي لك دكتور أنا سلمت بكير، طيب أنا مش ذنبي، ليش ما تعطيني بونس لأني سلمت بالوقت؟ يعني دائرة مغلقة، رح نظل شغالين نفس المكان. الآن راح أعمله كالتالي، اللي متأخر راح يروح عليه علامتين خلاص، لأني أنا حذرتها وأعطيتكم أكثر من مرة بالكويزات. عندك مشكلة أول دقيقة كان في سبميت، خلال أول دقيقة مش مشكلة، أول دقيقة عادي it's fine، حذفتها للكل. ممكن يكون في عندك مشكلة بالتسليم، عبارة عن فورم very simple في أرقام، تعمل سبميت لو كان النت بطيء راح يصلك، راح يصلني مش راح يأخذ أكثر من دقيقة، مش معقول يعني. في بعض الطلبة تأخر عشرة ونص ساعة، هل بتشوفوها عدل؟ طالب يأخذ 30 دقيقة زيادة عنك، وبغض النظر قديش علامته كانت حسنة أو سيئة، هل هذا عادل إنه يأخذ 30 دقيقة إضافية أو حتى 10 دقائق إضافية؟ فلازم يكون في عندي نوع من البنالتي. فالبنالتي اللي موجودة في الإجزام ناقص علامتين للكل، وأصلاً اللي مخالفين في بي بي سي كلياتهم 4 أو 5 طلاب فقط. راح أنزل العلامات من جديد، إذا في عندك مشكلة راجعني، بس رجاءً للمرة الأخيرة إذا في عندك مشكلة تكون متأكد من صحة الإجابة تبعتك وتطابقها، لأنه أنا الصراحة عندي أرقام كثيرة وما بقدر أظل أرجع للإكسل شيت وأدقق. فإذا مش متأكد رجاء لا ترجعني. سبق وحكيت إني راح أخصم علامات من بعض الطلبة لأنه مراجعوني غلط، وفي مجموعة من الطلاب راجعوني غلط وبيجادل على غلط، لكن راح أعتبرها أنها مش موجودة كأنه ما راجع. رد مرة ثانية، تأكد من علاماتك، يتأكدوا من أجوبتك. إذا في عندك مشكلة بالتصليح ما عندي مشكلة بصلح. صلحته مع خانتين عشريات مرة ثانية ودققت نظري يدوي كمان، عملت أوتوماتيك ويدوي مرة ثانية. إذا في عندك خطأ 1% لا ترجعني. إذا عندك خطأ في عشر في 1% لا ترجعني رجاء. تمام؟ واضح الأمور؟ تمام؟ تمام دكتور، شكرا. طيب هلا الان راح احط العلامات، راح احطها كصوره، صوره راح احط الاسئله رقم الطالب، الاجابات الصحيحه راح اسميها correct answer CA1، وبعدين راح احط الـ A1. ترتيب الاسئله مش ترتيب نفس ترتيب، راح احط A1 2 3 4 على 13 حسب ترتيبهم السيكونس اللي موجود. اذا السؤال الاول فيه اربع فروع بيكون 1 2 3 4. تمام؟ إذا في عندك مراجعة راجع ما في مشكلة، بس تكون متأكد رجاء للمرة الأخيرة. طيب يعطيكم العافية، بنشوفكم يوم الخميس إن شاء الله.